رطفي بن ساسي رطفي بن ساسي. وين وعود محمد الجاموسي؟ وين كمانجة رضا القلع؟ وين الذكرى نتاع الشيخ بوداي؟ وين مكساوي على الريح؟ تعرف قد حندو من كسوة على الريح؟ لا يمكن بالمئات. الكساوي كل كسوة كل حفلة يعملها يجيب كسوة. أنا زبير تركي اللي هو أكبر رسام في تونس قبل ما يموت إنه باش داره يعملها معرض، يعملها معرض متحف دائم. يظهر لي هاجاركم في المدينة الجديدة. هو ما يتمنى ولا من ما تتمنى. أبو القاسم الشابي أكبر شاعر مش فيها في تونس برك، من أكبر شعراء العرب. الدار اللي تربى فيها خربة. حبيبة مسيك وقت اللي جاوا يصوروا في الفيلم حبوا يصوروا القبر نتاعها، يلقاوها قبر حالة ردم مش قبر، عاودوا رموها كيكا باش للبزوع نتاع الفيلم. دار ابن خلدون علاش ماشي متحف؟ وابن خلدون خلى شي حاجه كتبها بيده ولا مخطوط ولا حاجه في بالك انت بحاجه على ابن خلدون؟ فما شيء، فما كان عارفوها في تركي البي دار ابن خلدون مكتوب هكا بلاكا والسلام عليكم. الصياغه نتاع البياتك الاوفيسيال هذيك اللي يخرج بها قالوا موجوده في الخزينه العامه. صحيح هي موجوده في الخزينه العامه. ايوا شنو يعملوا بها في الخزينه العامه؟ ما عندناش الحق نشوفوها. هك الاستوانات القدم نتاعنا الكل معناها 33 قبل 33 هذوكم الكل جاوا سيدي لموهم في النجمه الزهراء. ندري شنو ورق منهم باهي. ومن بعد انت بتحب تسمع اغنيه قديمه تمشي خليوك تسمع ولا هكا محطوطه والسلام عليكم. الاذاعه والتلفزه التونسيه عندها خزينه نتاع اغنيات ومسرحيات واللي تحب انت ترعب. هكا ساعة ساعة تمشي تلوج انت على اغنية ولا حاجة يقولك قال لي سمحنا هذيك البوبينة راه استعملناها سجلنا فيها خطاب محمد مزالي ولا راه كشتا اللي صبتك العام راه فسدوا البوبينات. قعدنا احنا معناها في قلب بعضه ما عندناش ذاكرة ثقافية ولا فنية. الدولة تشري في اللوحات الزيتية كل عام. اي لدعم المبدعين في مجال الفن التشكيلي. بالعشرات. هاكم اللوحات هذوما مفرتين. اشتروهم في الديار مشاو تسربوا في الديار. تحبوا تعملوا سياحة بالحق؟ تحبوا تطلعوا أجيال مثقفة؟ تلهوا بالذاكرة نتاعكم قبل كل شيء. قبل ما تتبخر وتتسربى في الخارج. واللي ماشي للخارج للخارج واللي في الديار في الديار وقعدنا احنا بلاش تخرج لبرا تحشم كل دشره في اوروبا فيها متحف وهذه دار البانتر الفلاني وهذه دار الفنان الفلاني وتدخل ومنظمه وكل شيء. خويا اش بينا احنا قعدنا بلاش ذاكره؟ نفيقوا شويه على الذاكره نتاعنا. ما هي